الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أتذكر في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. وده يا أخواننا يوريك منهج أهل السنة والجماعة، إنهم بيسمعوا يطيعوا للحاكم. سي جان ناظر هسي وكده وناس القسم نادونا، قلنا لهم خلاص وقفوا، وقفنا الحمد لله الأمور مشت، إن شاء الله راجعين نشتغل بإذن الله. فهمت الحاصل؟ فده منهج نحن بندين به وربنا سبحانه وتعالى، ونحن ما زي الأحزاب الثانية يعني نعارض الحاكم وكذا وكذا، وإن كان نحن بنفهم إن أخواننا البلد فيها حريات ولا ما فيها وأي حاجة، لكن نحن بضبطنا منهج، إحنا ما زي الأحزاب الثانية زي الشيوعيين وزي الجبهجية وزي غيره من الأحزاب ما بيسمعوا للحاكم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فإحنا ما عندنا مشكلة، فهمت؟ فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من فضله رجع المحاضرة، والمحاضرة دي إن شاء الله تتواصل في كشف جابر، وجابر قال الشغل انتهت، عرفته؟ طيب، أول حاجة يا أخواننا، الرجل ده تكفيري. تكفيري معناه شنو؟ معناها بيمرق الناس بر الإسلام من غير وجه حق. كون يا أخواننا الإنسان الكافر تقول له كافر بوجه حق، ده من الدين. زي شنو؟ زي ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى آخر. ربنا قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم شنو؟ البينة. فربنا سماهم مشركين وإن كانوا من أهل الكتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. عرفته؟ فالتكفير بالحق ده من الدين، أما التكفير بالباطل ده ما من الدين، بل صاحبه آثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فإن كان صاحبه كما يقول وإلا حارت، يعني رجعت عليه. فنحن بنعرف يا أخواننا إن دين ربنا سبحانه وتعالى ما بالهوى ولا بالمزاج، دي مسألة. المسألة الثانية إنه أي مسألة في الدين لابد فيها يا أخواننا من الإنسان يرجع للقرآن والسنة بفهم الصحابة. ليه بفهم الصحابة؟ لأنه زول ده بنجر ساكت، كفر الناس ساكت. وأخواننا ناس يوسف قبل شوية قالوا زول ده مشى في 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 الحلة قال للناس ما تأكلوا الضبيحة حقت الناس، يعني طلع الناس شنو؟ مشركين وكفار. تقول لي ما تكفيري؟ ده جابر، عرفته؟ ولحنا الليلة إن شاء الله بنفيق جبارتك بإذن الله بالحجة من القرآن ومن السنة. وعاد لي زول، عاد لي والعقد بتاعه، صح ولا ما صح؟ قام رجع عليه وعقده. وحتى أخواننا الصحابة اللي كان عندهم أولاد قبل الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما رجع عليهم عقدهم. هل أسماء بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبل بعثته يا أخواننا؟ قبل البعثة، صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر الصديق امشي جدد العقد؟ حصل؟ ما حصل. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر امشي جدد العقد بتاع الزواج لأنك كنت كافر؟ ما حصل. فده زول تكفيري. هذه أعمال التكفيريين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال: طوبى لمن قتلهم وقتلوه. خلاص،
فدال يا اخواننا ما عندهم علاقة بالمنهج الصحيح. ومن هنا نحن دارين نرسل رسالة، نحن ما تابعين يا جماعة لا انصار سنة لا صوفية لا كيزان لا شيوعيين لا قحاتة، فهمت؟ ولا بعثيين ولا تجانية ولا سمانية ولا قادرية، نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام. الشيوعيين في الجامعات بيقول لنا والله نحن مع الطيور مع والدبرك، نحن بنقول لهم والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من وين جبنا بفهم الصحابة؟ ربنا عز وجل قال في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا يعني فهموا الكتاب والسنة بفهمهم هم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نمرة اثنين، ربنا عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول، يقول لك الشارع بتاع الحلة الفلانية بيجاي، ما تشاقق، شارع عديل ما تشاقق. شاقق معناه شنو؟ معناه تعمل لك طريق جديد. ربنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ربنا قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما كان كافي انه ربنا عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ليه ربنا جاب القيد المهم ده؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، ليه ربنا جابه؟ عشان ما تفهم الكتاب والسنة بفهمك انت. لانه الصحابة شاهدوا التنزيل ورأوا تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم للدين وعاشوا الدين زي ما ربنا امر بهم. وربنا قال: انا رضيت عنهم، عن فهمهم، عن عقيدتهم، عن اعمالهم، عن اخلاقهم، عن اي حاجة في الصحابة ربنا رضى عنهم. فإذا ربنا رضى عنهم فالواجب علينا إنه نتبع سبيله، ولا كيف؟ ربنا عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والزول يا اخواننا لو القرآن والسنة ما فيهما بيفهم الصحابة ممكن يبقى أضل خلق الله، وما بجيب ما بيقرأ لك آية من الإنجيل، بيقرأ لك من القرآن. زمان الكيزان في الجامعات يدقوا الطلبة بسيخ، يا ناس بتدقوا الناس بسيخ ليه؟ يقول لك عندنا آية. يا زول في آية قالت لك اعتدي؟ يقول لك هاي كيف؟ ربنا قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ده يا اخواننا فهم السلف، ده فهم السلف. فيبقى اخواننا بيبقى الدين ملعبة، انا افهم براي وده يفهم براو وجابر يفهم براو ويجيبوا لنا اي زول بيبقى عنده دين براو. الليلة لو الناس اختلفوا يقول لك ده شوال لا ما شوال، ده شوال عيش لا ما شوال عيش، لا طلعت الزكاة ما طلعتها، يا زول ده شوال لا ما تامي، بيعملوا شنو؟ بيقول لك طوال شنو؟ جيب الميزان. صح ولا ما صح؟ الذهب ده تامي جرام لما تامي، تامي لما تامي، نعمل شنو؟ طوالي يوزنه. الواطدي انت شلت مني متر لما شلته، شلته ما شلته، شلته ما شلته، طوالي من بدايه الشارع المهندس بيحسب انت عندك 25 متر وانت عندك وانت عندك، بيجيب لك بيقول لك فلان شال وفلان ما شال، صح؟ الدين ما عنده ميزان؟ ما عنده ميزان؟ لعبه؟ يجي جبره ده جابر جبوري يجي يلعب بيه زي ما داير؟ دين ربنا؟ ولذلك نحن ما بنخليك جابر، وعشان كده فزة وغيره كتار بفزوا، لأن أخواننا الحجة والدليل صعبات ما يزول بيقدر علينا. ونحن ما بنزكي في نفوسنا وما بنتكلم عن روحنا، لكن بنتكلم عن منهج السلف اللي هو المنهج الحق، والله نتحدى به والكرة الأرضية كلها، عرفته؟ ده المنهج الحق، وده المنهج اللي لو اتبعوه الناس مش تسجل معانا، لا عندنا تسجيلات ولا عندنا أمير ولا عندنا غفير ولا عندنا وزير ولا عندنا بتاع إعلام
ولا نازلين انتخابات ولا دارين من الناس حاجة، دارين الناس يطبقوا الدين نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما يهو، وإذا طبقوا زي ما يهو بفيدوا روحهم، احنا ما بفيدونا بحاجة. ولا نحن جينا لزول فرشنا لنا تبروكة قلنا له خدت القروش ولا الدين بياض، أداري من الناس بياض ولا نحن ناس بياض، عرفته؟ نحن بتلعب بالدين بننزلك طوالي في المحطة حقتك، تنزل طوالي كبس زي ما بقولوا الميكانيكية، بنجيهك تمام. طيب فالزول ده الناس لابد تفهم يا اخواننا فهم السلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم قرني خير الأمة كلها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. وجاب رواية تانية النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده الدين كده. في مسألة تانية مهمة يا اخواننا الناس لو فهمتها بتحل لها كثير من الإشكالات، خاصة الناس اللي بيسمعوا ليه جبوري ده، فهمته؟ ونحن لابد نصغرك، ربنا قال إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، عرفته؟ نحن بننزلك في محلك عشان ما تغش المسلمين وتغش المجتمع، ها؟ وتحرم عليهم ما أحل الله، فهمت الحاصل؟ ففي مسألة مهمة، ربنا سبحانه وتعالى بيصف بعض الأعمال بالكفر، ربنا قال من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر. وده عند العلماء ما عند التافه ده، ده عند العلماء بيسموه العموم، لكن بعدين لما أجل الناس الأعيان فلان ابن علان ابن فلان العلماء قالوا لابد من إقامة الحجة من توفر الشروط وانتفاء شنو الموانع، فهمت؟ بس قلل الصوت شوية، فهمت الحاصل؟ فدي مسألة مهمة جدا. فانت بتسمع الآيات ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الآية دي قالت من دعا غير الله فهو كافر، ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني الآية دي قالت لك لو داير تعرف أضل بني آدم دل بنادي له مخلوق، ينادي الميت بتاع القبة والضريح، عرفته؟ وينادي الشيخ بتاع الطريقة والولي الفلاني وكذا وكذا، ده ربنا قال لك أضل زول من دعا مع الله. لكن لما نجي لمحمد ود أحمد لابد يا أخواننا من شنو؟ من توفر الحجة، من إقامة الحجة بتوفر شروط وانتفاء شنو؟ موانع. لأن يا أخواننا في ناس المعلومة الدين ده وصلهم غلط، في ناس ماسكين في طرق تجانية وسمانية وكلها غلط كلها باطل، لكن ما بنقول كفار، فهمت الحاصل؟ منهج ده باطل ولا بنناقش فوق وبنناظر فوق ذاته. الزول يا أخواننا الزول المعين المنتمي للفرقة دي ما بيقول هو كافر إلا بعد يبين له، لأنه في ناس مضلين زي أحمد داود، صح ولا ما صح؟ بيجي يغشهم يقول لا لا يا أخي، وربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا. أها معناه شنو يعني؟ معناه نادي غير الله. طيب فاسأل به دي معناته نادي غير الله. الإمام البغوي المفسر العالم ده قبل محمد بن عبد الوهاب عشان ما تقول وهابي زي، فهمت؟ قال معنى الآية، السؤال هنا قال سؤال علم ما سؤال عبادة، زي ما ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم شنو؟ لا تعلمون. وقال حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فاسأل به يعني فاسأل عنه، يعني لو داير تعلم عن الله فاسأل به خبير، ولن تجد خبيرا أعلم من الله، يعني أقرأ القرآن، ولن تجد خبيرا بعد القرآن أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرأ السنة. ده الموضوع، مش معناته ناد غير الله. فلما المجتمع لقى زي ديل شيوخ الضلالة ديل ضيعوا له العقيدة وركبوا له شبه وكلام باطل، إن احتاج المجتمع يا أخواننا إنه نربيه مش نكفره.
هسي الليله لما تمشي لك السلفيين لما يمشوا مساجد التجانيه التجاني بيمحطك بيسيبها هنا تبتا كلها في اللباد وبتمشي ليه؟ لانك خايف عليه يا اخي لانه انت لو اصلا داير تكفره ما بتجي تعمل محاضره في ناس دارين يكذبوا يقولوا السلفيين دول بيكفروا الناس انا لو داير اكفر يا ود الحلال ما بعمل لك محاضره حزام ناسف بس تتكون قاعد في السوق بتبيع كمونيه افرتك فيك الشغله مصران ما تلقى فهمت الحاصل لكن ده ما دين ولا ده دين الرسول صلى الله عليه وسلم عرفته فنحن دارين الناس يفهموا الكلام ده يا اخوان يفهموا ولا بد السلفيين يتمايزوا يبقوا بعيد من التكفيرين لانه انت لو مشيت كانسان سلفي وعليك السمت بتاع السنه من اللحيه وتقصير الازار مشيت مع ذاك التكفيري الناس ما بيقدروا يفرقوا بيناتكم عشان كده زي ده لابد يترزع ويتمحط في راسه محط لما يقوم له درب بتاع قطر في راسه انت الحاصل بالحجه والدليل نتحدى اكبر تكفيري في العالم ايات وادله والله الا يجيب لي قران غير القران ربنا نزله على الرسول صلى الله عليه وسلم فهمته لانه ده الحق المفروض يمشي مجتمع مساكين اهلنا مساكين غشوم تجانيه ماسك في الورد صباح ومساء عرفته امشي ادفع قروش وتت للشيخ احمد داود يمشي في محله يرفع له كم شوال فهمت بتاع عيش ومقاطع جلاليب وقروش وعملوا له شيرين عملوا له بكاسي نحن ما ناظرناه في سوداني 24 والله خلينا له استوديو قدر الزراره فهمت الحاصل واتكشف الحمد لله للناس فالحاصل ان اخواننا نحن جايين عشان نبين للناس يا اخي احنا ما جايين نكفر المجتمع بل نحن جايين نحارب الناس التكفيريين الناس اللي بيكفروا من غير وجه حق نحن اللي بنحاربهم ما انت اللي بتحاربهم طيب انا اسمعكم مقاطع مقطع ومقطعين للزول ده عشان تعرف خطورة هذا الرجل في الدقيقة 6 تسجيل جانا هنا عرفته الدقيقة 6 الثانية الثانية 10 طيب اسمع الزول ده كفر المجتمع كله عشان الناس بيقول لك فيها مشكلة بين انصار سنة وصوفية مش وانصار مهدي وكذا ده الشات كفروا وزمان كان في مشكلة لكن هسه الشغلة ذاتها بقت واحد صار سنة باعوها عرفته المهم كده خلينا في الموضوع هنا خلينا مع هذا الرجل هنا بيتكلم وسب لا لا ما بيحتاج ان شاء الله عرفته الناس ديل الزول ده الناس اللي قاعدين تحته وبيكفر فوقه كده انت براك اسمع ونحن جاهزين له كلامنا ده انت لو شايفه انه بهتناك وانت ما قلته والكلام ده انت ما معتقده مش هفتح فينا بلاغ هذا للقسم قاعدين تاني في حجه اكثر من كده يا اخوانا طيب نسمع الكلام الناس غريب زال عمره كم طيب لو البس ايمانهم بظلم برضه مقتدون يبقى الاهل يقول لك لا يتم الكفر شنو وربنا قال افلا يجعل المسلمين المجرمين ما لكم كيف تحكمون يا جماعه احنا بنقول الحكم على الناس بالفطره الكافر ده بيتكفر بالفطره والمسلم ده تفرق بشنو الفطره شنو يعني انت عايز تكون انصار مهدي بعد شوي جيت بقيت انصار سنه زمان كنت انصار مهدي مسلم وجينا انصار سنه بقيت مسلم مسلم وين مسلم تو طيب كيف نسميها شنو اذا المرحله كنت فيها انصار مهدي انت كنت شنو مشرك اسمع اسمع هنا لما جيت انصار سنه برضه مشرك عندنا لكن باختبارك انت غلطت بكفر لكفر كويس لكن لما تجي الاسلام بتبقى مسلم لما تكفر بالطواغيت الثلاثه تاخذ الحكم وتاخذ العباده وتاخذ الطاعه بعد كده انت بتبقى شنو؟ مسلم يا ذكر التوكيد مسلم انصار السنه كفار بطاغوت العباده لكن ما بيدخل سامعين الكلام ده يا اخواننا؟ سمعتوا؟ الزول ده انا احذر منه ولا نخليه؟ ها؟ فنحن دارين نوري الناس الناس يا اخواننا تفهم ده بكفر في المجتمع اللي اسمه جبر ده فهمته؟ وما داري جينا هنا لانه عارف انه نحن حننجمه ونفضحه للناس فده زول تكفيري بكفر المجتمع وانا ما داري اقف ليك في كلامه كثير قال ما ممكن يجتمع الاسلام والايمان في قلب زول يعني يا يبقى كافر تب يا يبقى مسلم تب ودي العقيده بتاعت الخوارج عشان كده ابن عباس لما جو الخوارج وقاتلوا الصحابه شوف الخوارج ديل من شرهم قالوا حتى الصحابه كفار الصحابه اللي قتلوا ابهاتهم واخوانهم واهلهم في الدين كفار اللي خلوا ديارهم وخلوا مكه
وحاربوا وقطعوهم في الدين وملوهم بالدماء واتمزقوا وغدروا بيهم وتعبوا، ده الكفار؟ الخوارج قالوا كفار. طيب قال لهم ابن عباس كفار ليه؟ قالوا عندنا مسائل عليهم، انهم قال حكموا الرجال، وربنا عز وجل قال ان الحكم الا لله، والسبب بتاع ضلالهم انهم ما فاهمين القرآن والسنة بفهم الصحابة. الصحابة قالوا الزول حتى لو وقع في كفر ما طوال بتكفره، وما اي تحكيم لغير الله هو كفر اصلا. الدليل ابن عباس قال لهم انتوا قلتوا حكم الرجال، وربنا قال ان الحكم الا لله. طيب ربنا قال لهم امر بتحكيم الرجال في دم ارنب في الحج، لو زول قتل صيد من صيد مكة العقوبة حقته شنو؟ انه يمشي يجيب شنو؟ صيدة زيها، صح ولا ما صح؟ يغرمه، صح ولا ما صح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ يا ايها الذين امنوا، سورة المائدة، لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به شنو؟ ذوى، ذوى معناه شنو؟ معناه نفرين، ده تحكيم رجال ولا ما تحكيم رجال؟ تحكيم رجال. ابن عباس قال له ما رايكم شنو؟ قال له كويس. اديكم آية ثانية عند الموت الوصية، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، ديل رجال ولا ما رجال؟ اثنان ديل شنو؟ رجلين يعني، ده تحكيم ولا ما تحكيم؟ تحكيم. فما أي تحكيم يبقى شنو يا أخواننا؟ كفر. هو قال ما بيجتمع الإيمان والكفر في إنسان، لقد يجتمع، لأن الكفر قد يكون ما أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثنتان في الناس هما بهم كفر، سماه كفر لكن ما بيمرق أكبر الدين. مش معناه يتعمل الكفر، معناه إنه الزول لو ما وقع في الكفر والله قال كفر انت ما تكفره، لأنه كون الزول كافر أو مسلم ده حق منه؟ ده حق الله. ولذلك يعني المسألة حقتنا إن أخواننا الإنسان يرجع للكتاب وشنو؟ الكتاب والسنة، إنه يدل على أن هذه المسألة شنو؟ المسألة حكم. إحنا وقفنا وين؟ مسألتنا شنو؟ ها؟ الخوارج. الخوارج يا أخواننا كفروا الناس بغير وجه حق، عرفت الحاصل؟ وما فهموا القرآن والسنة بفهم الصحابة. الخوارج ديل دارين يعملوا شنو؟ ديل دارين يا أخواننا يحكمهم، لكن عشان هم يحكموا طوالي لابد يخرجوا على الحاكم، وعشان يخرجوا على الحاكم عارفين انه في الاسلام الحاكم المسلم ما بتخرج عليه، وعشان كده دارين يكفروا اول، بعد ذاك شنو؟ بعد ذاك شنو؟ يكفروا. نرجع لمساله ثنتان في الناس هما بهم كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعن في النسب والنياحه على الميت. الرسول عليه الصلاه والسلام قال في عملين الامه بتعملن سماهن كفر. النبي عليه الصلاة والسلام سماهن كفر، لكن هل سيدنا ده بر الدين ولا جوا الدين؟ العمل الأول قال الطعن في النسب، نفرين قاعدين، أنا قبيلتي كده وأنت قبيلتك كده لغاية ما يتضاربوا، ده الكفار يا أخوانا، بتكفرهم؟ ده العصاة، صح ولا ما صح؟ لكن هل هم كفار؟ هم ما كفار. والزول اللي بيقول كفار ده زول خارجي مخالف للقرآن والسنة. أديك حديث ثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. هل ده الكفار؟ مسلمين يتلاقوا يتضاربوا لما الدم سال، هل ده الكفار؟ ما كفار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله شنو؟ كفر. سماه كفر ولا ما سماه؟ هل بر الدين؟ فده يا اخواننا الزول ده ما بيفرق بين انه في اعمال الدين اطلق عليها كفر لكن هي صح معصيه وذنب عظيم وربنا بحاسبك عليه، لكن يا اخواننا ما بيمرقك بر الدين، وده المنهج بتاع الخوارج. طيب من النقاط اللي قال الزول ده مسألة مهمة بغش بيها الناس اللي بيسمعوا له، ما مفروض يسمعوا له،
لأنه زول أول حاجة ذاته القرآن ما بيقرأه صح. أنا ما داري أضيع زمانكم بكلام زي ده، لكنه قرآن ذاته ما بيقرأ صح، عرفته؟ بيقول قاعدة العذر بالجهل هي ذات تركيبة فاشل. قال لأنه عنده قاعدة جديدة، نجرة براه نجرة جبرة، ده بقى أعلم من الإمام مالك وأعلم من أبو حنيفة. ما أبو حنفي الجابوا لنا قبل فترة البيجوز إنه البيت تشرد من أهلها، لا ده موضوع تاني خليه وجاينه بعد شوية إن شاء الله. ما أبو حنفي ده، أبو حنيفة ذاته. ده أبو جابر ده، أو جابر ده عمل فوق أعلم منه، وأعلم من الإمام أحمد بن حنبل، وأعلم من علماء الدنيا والإسلام. قال قاعدة العذر بالجهل، جاب له فلسفة كده، قال يعني إنه لو أنت عذرت الإنسان بالجهل، قال دي قاعدة يعني فاشلة. طيب نشوف العلماء اللي بيعذروا بالجهل، والآيات جات في القرآن بتعذر بالجهل. طيب جيب مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قاعدة هناك كده يشوفها كده. الصفحة، وجيب برضو كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، كتاب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المجلد 3 الصفحة 288 الصفحة 288. طيب نشوف ابن تيمية بيقول في الكلام ده شنو، وده منهج يا أخواننا أهل السنة والجماعة. طيب قال وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ، يعني قبل الناس تصلهم الرسالة، على 3 أقوال في مذهب أحمد وغيره. قيل يثبت، وقيل لا يثبت، وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ، لغاية ما قال والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا أخواننا لو ما في عذر بالجهل، أنت لو زول جاهل وما عارف ما بيعذروك، ربنا مرسل الرسل ليه؟ سؤال، ليه ربنا مرسل الرسل؟ مرسلهم ليه؟ وهو هنا قال 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 والله قال كلمة خطيرة بجيب أقرأ لك هسي. قال إنه نحن الكفر والإسلام لا بورينا له القرآن ولا بورينا له الرسول، عادي ده جابر ذاته وده براه كفر، لكن برضه بنعذره بالجهل ولا شنو؟ عرفته؟ ما قالوا جاية من شنو كده تحمل الوطن، عرفته؟ فالزول ده الزول ده زول بليد، ونحن لما نقول له بليد معناه نحن يعني شوية كده خففنا عنه. طيب قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دي الآية يعني ربنا ما بعذب الأمة لحد ما شنو؟ يرسل لها رسول يفهمه. ده نمرة 1. نمرة 2، ربنا سبحانه وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ده كلام 1. في كلام أوضح منه هنا في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وده واحد صوفي، صوفي ده قام كفر شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف إنصاف السلف كيف، قال لو أنت صح كفرتني لكن أنا ما بكفرك لأنك جاهل. قال لأنه التكفير حكم حق الله، ما شغل بتاع تشفي، ضربتني أضربك، شلت وطاطي أشيل وطاطك، قتلت بقرتي أقتل 10 بقرات منك، لا، التكفير حق الله سبحانه وتعالى. شكيد ابن تيمية قال له أنا ما بكفرك لأنك زول جاهل، فهمت؟ شوف الكلام ده كيف. فنحن الموضوع ده دارين نوريه للمجتمع. الصفحة رقم 252 عرفتها لحد 253 من كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، ديل العلماء السلفيين. ودي يا اخواننا نحن الرسالة دي دارين الناس عموما والسلفيين خصوصا الواحد يكون عارف منهجه. 252
وما يغشوا أي زول. قال فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. عدل ولا ما عدل؟ قال لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. أه. لو زول كذب عليك تكذب عليه؟ ولا لو زول زنى فيك تزني به؟ لا، فإنت تطبق فيه حكم الله الشرع، لكن ما بتقابل يا أخواننا شنو؟ بالمثل في حق الله. أما في أمور تانية الشريعة قالت لك وإن عاقبتم فعاقبوا شنو؟ بمثل ما عوقبتم به. لغاية ما قال وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله، وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. تاني قال، قام جاب حديث رجل وهو قال دي قاعدة، قال قاعدة شنو جبرة؟ قال شنو؟ قال قاعدة العذر بالجهل هي ذات تركيبة فاشل. قال ما تركيبة دي؟ عليها أدلة من القرآن والسنة. نحن لو ما بنعذرك بالجهل كان لحقناكم مطاها كما يقول المثل السوداني، فهمت؟ فهنا قام جاب أدلة من القرآن والسنة على كلام رجل عمل أي مصيبة، لما جمع يموت جاب أولاده قال لهم أنا ما خليت أي شيء، لما نموت تحرقوني وتسحقوني رفتا، وتنتظروا بي يوم فيه ريح كتاحة شديدة وتشتت النص في البر ونص في البحر، فوالله اسمع الكلمة دي، أنا ما اختصرت لك الكلام الأول ده موضع الشاهد. قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الزول ده شك في البعث ولا ما شك؟ قال فقال له الله كن. ربنا جمع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. ده ما الصوفية، لأنه في صوفية قالوا وسيغهم برضو قاعدة، احنا بفضل الله جازين، أي قضية خسرت الحمد لله نجيب لك الشيخ بسرواله ذاته لو كان ظاهر، عرفته؟ ونعرضه للناس والناس بيعرفوا الحاصل، فنحن جاهزين ناحية قانونية. بعد ذاك أي موضوع تاني ما نحن ما بنعرف بيحصل شنو، ومارقين نسأل الله يتقبل، لو متنا إن شاء الله ربنا يكتب لنا ويرحمنا بالموت في سبيل الله، فهمت الحاصل؟ لكن بنتبع الشرع في ذلك، لا بنعتدي على زول، لا بنضرب زول، لا بنعمل متفجرات، وإنما بالقرآن والسنة. طيب نرجع لموضوعنا، فربنا أعاده قام قال لو كن فكان. قال فقال عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، أو قال خشيتك. قال فغفر له. زول يشك في قدرة الله اغفر له؟ أي ليه؟ لأنه كان جاهل ولا شنو أخوان؟ ولا عذره شنو؟ هسي أنا ماسك المايك قدامكم، جيت قلت لكم، جيت أنكرت لكم إنه الله على كل شيء قدير، كافر ولا ما كافر؟ لكن ذاك ليه ما كفر؟ لأنه شنو؟ لأنه جاهل. يبقى الإنسان لمن يبقى جاهل بالحكم الشرعي ماله يا أخواننا؟ ما بكفروا لحد ما يبينوا له. بعد ما يبينوا له بعد ذاك لو قال أنا عارف إنه قدرة الله كده ويقوم يصر، بعد ذاك العلماء شنو؟ بيكفروا زي ما كفروا محمود محمد طه. المهم قال فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته، وأنه لا يعيده أو جوز ذلك، وكلاهما كفر، لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له. يبقى القاعدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في الفتاوى، وجاب لها حديث في صحيح البخاري ومسلم، دي قاعدة نجر ساكت ولا عندها أدلة في الكتاب والسنة؟ عندها أدلة في الكتاب والسنة يا جهلول، عرفتها؟ قال دي قاعدة، قاعدة العذر بالجهل هي ذات تركيبة فاشل. بعد ذاك قام قال يا أخواننا، قال كده، قال إنه يا أخواننا ال- 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 الإسلام والكفر بيعرفوه بالفطرة. والله أنا أول مرة أسمع عليه بكلام زيد، حصل لقاكم؟ الإسلام ربنا بيخلق الإنسان بالفطرة صح، لكن هل ربنا بيخلق الإنسان على الكفر بالفطرة؟ الزول ده ما سمع بحديث الرسول
صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة كل مولود يولد على شنو؟ الفطرة. الفطرة معناه شنو؟ أنا الإسلام. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني كاملة هل تحس منها من جدعاء. ما الناس بيقوموا شنو؟ يوسموا البهائم صح؟ بلدوها بالوسم ولا بوسموها الناس؟ برضو بني آدم لما ربنا خلقوا خلقوا على شنو أخوانا؟ على الإسلام والفطرة إنه يقبل الحق. بعد ذاك ربنا رسل له الرسل عشان يوريه تفاصيل هذا الإسلام. أما إنسان تجي تقول لي الفطرة إنه كافر ده مخالف للحديث ولا مخالف له؟ لو ما العذر بالجهل مش كان كفرنا جابر؟ صح ولا ما صح؟ دي النقطة رقم كم؟ رقم ثلاثة. أديك حديث ثاني، حديث عياض أو حمار بن عبد العياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، حديث قدسي وفيه يقول الله تعالى وأني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم يعني حرفتهم وزينت لهم الشرك بالله أو كما جاء في الحديث. يبقى أخواننا الإنسان بفطرته بيكون على شنو؟ على الإسلام. لكن التكليف ما بيكون على الفطرة دي. ربنا رسل لك شنو؟ الرسول. ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب بعد ذاك الزول الجاهل ده قال جاب الآية، قال موسى عليه السلام لما قاموا قال له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قالها موسى كفرهم ولا ما كفرهم؟ كفرهم. وين جبرة؟ ده في تفسير جابر ولا جنو؟ عرفنا تفسير ابن كثير وابن جرير والطبري، جابر عمل له تفسير جديد ولا جنو؟ كفرهم كيف موسى عليه السلام؟ ها؟ لما يقول لهم بل أنتم قوم تجهلون ده عذرهم ولا كفرهم؟ وهل نبي الله موسى ربنا خصه بكلامه إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي يكفر الجاهل؟ اخوانا جبر ده راسه ده ماله فيه شنو؟ اللي جينا هنا نفتح لك راسك ده بالقرآن والحجة، نحن ما عندنا سيف بس لكن الميم الموضوع ده طويل. طيب بعد ده قال زول عجيب خلاص، قال يعني التمييز بين المسلم والكافر ما بالقرآن ولا بالرسول، بالفطرة بس. قال قال التمييز بين انه ده كافر ولا مسلم بيكون بشنو؟ قال ها قال بيكون بالفطرة. طيب الصحابة دل دخلوا الإسلام لما ربنا بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بالفطرة ساكن؟ ها الزول ده اخواننا ما جاهل، زول ده جاهل جهل عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام رسل الصحابة ليه؟ يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن شنو؟ إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ آخر إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده زول جاهل جهل عجيب. بعد ذلك قام قال يا أخواننا التمييز ما بيكون بالقرآن ولا بالرسول، قام جاب قصة أصحاب الكهف. طيب قصة أصحاب الكهف لقيتها في الفطرة ولا حجتك بها حبوبتك ولا لقيتها في القرآن؟ أخوانا زول ده ما جاهل، دي كده رقم كم؟ ده رقم 4 ولا 7. والله زول ده لو جاهنا كان نشيل شوال بتاع جهل. زول جاهل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ولذلك الزول ده أخوانا عرفوا دي بلاويه وتسجيلاته قاعدة هنا، بل عنده مقطع هنا يتكلم فيه في البداية بيتكلم عن انه الوحي قال نزل من السماء الى الارض، قال فربنا نزل بالوحي. الزول ده لو ما جاهل ما كان كفرناه بالفيديو عديل واقف له في اظنه زي منبر كده حطب كده ولا حاجة زي بيتكلم، هذا اللي موجود هذا عرفته. فانت يا جابر وقعت روحك في 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 شمطة طويلة عرفتها؟ وانت لانه عارف روحك ما عندك حجه وما عندك دليل عشان كده زغت من الشغل ده، ده شغل حار زي ما قالوا الجماعه الليله يوم الرجال عرفتها؟ ما بتقدر على الشغل ده ما تجي تكفر الناس يا اخي.
بدل تعلم الناس المساكين ناس محتاجين يعرفوا العقيدة، ناس لليلة معلقين حجبات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام جو 10 نفر دارين يخشوا الإسلام، كما في حديث عقبة بن عامر من رواية في مسند الإمام أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم بايع 9، في واحد ما بايعه. ليه؟ قال إنه معلق تميمة، لأن التميمة اللي هي الحجاب بتعارض الإسلام الذي هو التوحيد. قال فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواننا حتى لو في صوفية بيسمعوا في كلامنا ده، كلام ده لو حقنا ادعوا علينا في محلنا ده، ولو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانت ما سمعته. ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه، افتح سورة الفرقان، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا. فلان ده الورطك، احمد داود، احمد تجاني، فلان من الناس ده الورطك، فهمت؟ ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاني. ربنا قال وكان الشيطان للإنسان شنو؟ خذولة. شيطان بورطك بمقلبك، عشان كده ربنا قال وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء قالوا هذه شكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أمتي يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس بيشكون يوم القيامة لله، بيقول لهم يا ربنا الناس دين ما اتبعوا شرعي وديني ما اتبعوه. انت بتقول لي الله بعدين شنو؟ الايات جاتك، الحديث جاتك، هل بتقول والله نحن في الطريقه الكلام ده ما ينفع معانا، ولا بتقول ده كلام وهابيه، ولا بتقول شنو؟ وهابيه يدعي عليه فوق الشوم. لكن الايه بتلزمك ولا ما بتلزمك؟ القران بيلزمك والسنه بتلزمك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض، يعني قدام النبي صلى الله عليه وسلم بيسبغ الأمة كلها قدام في الحوض الكوثر. قال عليه الصلاة والسلام قال فيأتي أناس من أمتي، قال فتذودهم الملائكة تطردهم، فأقول أمتي أمتي. عرفهم أمتهم كيف؟ قال غرا محجلين من آثار الوضوء، لأنه لما تتوضأ بعدين يوم القيامة بيظهر نور. ده مش بتاع بنجويا ما بخش الجامع. ها؟ أيوه ايوه، ربنا جزاه الله خير لما صلحنا في كلام جابر انه قال نزل بادم، يعني ربنا ادم لما اطاع ابليس واكل من الشجره ربنا نزله. فجابر قال نزل بادم، وبرضه باطل. هل ربنا نزل بادم؟ قلنا اهبطا منها جميعا. فنرجع لكلامنا، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وليذادن اقوام من امتي من على الحوض، قال فاقول امتي امتي. من الامه بيصلي كان وأي حاجة. قال فيقال للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وأحدثوا معناه جابوا بدع، ومنها التكفير، ومنها تسوي لك طريقة وتسوي لك أوراد وصلاة جديدة في متفاتح وجوهرة كمال وصلاة النور وتعمل أنصار سنة وتعمل شنو وتعمل شنو، ده كله باطل. والله أخواننا نحن لو وصل الناس بتاعين الدنيا ولا مادة ما نجي نكلم الناس في الوضوء. الناس تعالوا الوضو ظريف والجنة حلوة وكذا، ونفرش للناس حاجة يدعوا لنا ولا شنو؟ البنزين بكم؟ ها؟ هسي الشغلة دي من ناحية الدنيا ما بتغطي، الله يتقبل، فهمت؟ لكن يا اخواننا احنا دارين الخير للمسلمين. لأنه أنت تجي يوم القيامة في ناس بيغشوك، يقول لك خليك في الطريقة والشيخ بيمرقك في الصراط. يا أخو الأنبياء يوم القيامة بيقولوا اللهم سلم سلم، أنبياء. تقول لي أحمد تجاني يقف معاك ولا أحمد داوود ولا أنا ولا غيره، ما بقيف معاك زول. ربنا قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال فأقول، طردتهم الملائكة ذيل، مش الملائكة طردتهم وخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سحقا لمن غير وبدل. دعوة مستجابة ولا ما مستجابة؟ مشكلتهم شنو؟ إنهم ما باروا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أخواننا الموضوع ده موضوع واضح، ما تتبع لأي جماعة وأي حزب، وما يزول يغشك، وما في ناس مساكين يقول لك أنا بسمع من أي زول وبعرف الحق من الباطل. أنت وكده عارف الحق من الباطل قاعد ليه؟ ما أنت خلاص بقيت عالم،
وكيد بتعرف الحق من الباطل. فانت ابعد من الباطل وما تسمع، لانه ربنا قال ما تسمع. ده يا اخواننا ما كلامنا، ربنا قال في سوره النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين اللي بيستهتروا بالايات ومنهم اهل البدع والكافرين في جهنم جميعا. عرفته؟ ولذلك اخوانا الانسان يحذروا ويبعد من مجالسهم، لانهم ديل بيحرفوا في الدين ويركبوا فيك عقيده وعشان تلبس لك حزام ناسف وتمشي. يا اخي نازل 2017 في رمضان، يوم 27 رمضان 2017، التكفيرين يهون زي ناس جابر ديل، عين الجابر ديل، والناس هسي مستهونين يقول لك يا اخي جابر شنو يا اخي وما فينا في ود النيل. بيجيك اصبر له، انت مش بتستهتر، بيجيك الناس ديل عشان تعرف الخوارج ديل مجرمين كيف. الناس ديل جاي خاشي لابس له حزام ناسف، الناس في رمضان ليلة 27 وفي المسجد النبوي، الزول ده عامل لابس له حزام ناسف، طبعا بيشوف ناس الشرطة جد كفار ديل التكفيرين الخوارج، خش جوا ما لقى طريقة، جا راجع ناس العساكر بتاعين الحرم بيحرسوا الحرم، قال لها فلان تعال يا رجال، قال له تعال، الزمن بتاع المغرب جاء، تعال صلي، تعال افطر، قعد معاهم بعد شويه فجرهم هم ذاته. ده دين بدا كيف؟ الزول ده يا اخواننا لو ما اقتنع انه فكره ده بيدخله الجنه كان فجر روحه. بتبدا بشنو؟ بتبدا بناس جابر، بيبدا لك شويه شويه وانت تشوف الشغله بسيطه لما يورطك. ولذلك اخواننا الدواعش الليلة انت لو مشيت تدعو للإسلام في أمريكا وفي أوروبا وفي غيره، أول شبهة بلاقوك بها هذا للدواعش، بيفجروا في الناس ويقتلوا الآمنين ويسووا ويحرقوا في الناس. هل ده دين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب نحن لو ما حاربناهم انت تعرف كيف؟ ولذلك أخواننا نحن كلامنا ده الناس المفروض توعاه، احنا هنا ما جايين ساكت، فهمت؟ فأنا ده داير الناس تفهم الموضوع ده، الموضوع بتاع الحكم بغير ما أنزل الله. جيب لي السلسلة الصحيحة للألباني عشان اذكر لك كلام قيم جدا للعلماء. دي الايه اللي بيستندوا عليها الخوارج، ومنها بكفروا الحاكم وبكفروا المحكوم. عرفته؟ ده كتاب سلسله الله قال ما كنا معذبين، قال ما قال ما كنا مكفرين. ايوه ما زول جاهل قال وما كنا معذبين، قال وما كنا مكفرين. وانت لو ما كفرت يعذبوك كيف يا جبره؟ لا انا ما قلت لك ده دار يعمل له تفسير براو. طيب خلونا هنا، جبر ده ما زول جاهل، احنا مرقنا له كوم بتاع جهل، كيله كامله ملانه جهل. طيب هنا الشيخ الالباني تكلم في سبب نزول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله الايه، قال وان الكفر العملي غير الاعتقادي. الكفر العملي معناه شنو؟ معناه انه ما بيمرقك برا المله. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال ايه المنافق شنو؟ ثلاث، وفي رواية أربع: إذا حدث كذب، وإذا تؤمن خان، وإذا عاهد، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد فجر أو غدر. خلاص؟ فزول زي ده فيه صفات نفاق، لكن برضو أنت ما بتقدر شنو؟ ما بتقدر تكفره. الليلة السوق ده ملان كذب ولا ما ملان؟ أهلا ودار تكفر، ما إلا تجيب لك جريدر تكفر السوق كله، صح ولا ما صح؟ فيا أخواننا الشغلة دي ما بالمزاج، الناس تفهم الموضوع ده. فالآية دي فسر ابن عباس رضي الله عنهما، قال ما أي زول حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. بعد ذاك قال إذا علمت أن الآيات، جاب كلام ابن عباس، قال كفر دون كفر وليس إلى الكفر الذي يذهبون إليه، وكلام طاوس وغير من السلف. قال إذا علمت، ولين احنا قلنا لك ابن عباس؟ لأنه نحن لابد نفهم الكتاب والسنة بفهم منه الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه شنو؟ التأويل. عشان كده العلماء قالوا لما ابن عباس يفسر آية لها حكم الرفع، يعني زي كأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليه؟ لأنه قبيل النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال علموا التأويل، معناه شنو؟ معناه التفسير. طيب قال فائدة هامة: إذا علمت أن الآيات الثلاث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، نزلت في اليهود وقولهم في حكمه صلى الله عليه وسلم: إن أعطاكم ما تريدون
حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. وقد أشار القرآن إلى قولهم هذا قبل هذه الآيات فقال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إذا عرفت هذا فلا يجوز حمل هذه الآيات على بعض الحكام المسلمين وقضاتهم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله من القوانين الأرضية. أقول لا يجوز تكفيرهم بذلك وإخراجهم من الملة إذا كانوا مؤمنين بالله ورسوله وإن كانوا مجرمين بحكمهم بغير ما أنزل الله. يعني كونه يكون ما يحكم بالشريعة صح مجرم وصح كلامه ده باطل وصح إنه حرام عليه، لكن هل العمل ده بمرق بر الدين ولا ما بمرقه؟ نحن ما موضوعنا في إنه مجرم ولا ما مجرم، نحن موضوعنا في شنو؟ إنه هل بمرق ولا ما بمرق. فهنا بيتكلم لك عنها الشيخ الألباني رحمه الله، قال لا يجوز ذلك، يعني إنهم يحكموا غير الشريعة، لأنهم وإن كانوا كاليهود من جهة حكمهم المذكور فهم مخالفون لهم من جهة أخرى، ألا وهي إيمانهم وتصديقهم بما أنزل الله بخلاف اليهود الكفار، فإنهم كانوا جاحدين له كما يدل عليه قولهم المتقدم المذكور. بالإضافة إلى أنهم ليسوا مسلمين أصلا، وسر هذا أن الكفر قسمان اعتقادي وعملي، فالاعتقادي مقره القلب والعمل محله الجوارح، فمن كان عمله كفرا لمخالفته للشرع وكان مطابقا لما وقر في قلبه من الكفر به فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره الله ويخلد صاحبه في النار أبدا. وأما إذا كان مخالفا لما وقر في قلبه فهو مؤمن بحكم ربه ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي فقط وليس كفرا اعتقاديا، فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعلى هذا النوع من الكفر تحمل الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل شيئا من المعاصي من المسلمين، ولا بأس من ذكر بعضها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، والجدال في القرآن كفر، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقة. زول اتبرى من قبيلته، الشريعة سمته كفر، هل هو بر الدين؟ ما بر الدين، لكن ارتكب معصية كبيرة، ده المراد. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي لا مجال الآن لاستقصائها. بعد ذلك ذكر أقوال العلماء وتصحيح هذه الآيات وبيان ما فيها من الأدلة. عرفته؟ الأثر قال أثر ابن عباس ضعيف، صححه الألباني نمرة واحد. والله لا جاي يهجيها وما كان يجي يورينه. عرفت الحاصل؟ صححه الديني فتاوى ابن تيمية المجلد 7 ده، وبرضه ابن القيم في مدارج السالكين برضه هنا. جيب له علماء، وصححه ابن جرير الطبري، وصححه الإمام الشنقيطي والإمام القرطبي. انت يا جبرة جبت كلامك ده منين؟ نجر اخضر ساي؟ لا ضعيف، لا صحيح. ورجاله ولا علم خلاص، هذا اللي صححه علماء ابزاز. عرفته؟ علماء لو ادوك كتبهم في ظهرك ما تقدر تشيله. عرفته؟ في ظهرك ما تقدر تشيله، ديل صححه علماء يخافون الله ويخشون الله. طيب ده ابن القيم في مدارج السالكين. الصفحة 275 هنا ابن القيم رحمه الله قام جاب الحديث الذكر الألباني قبل شوية، لا ترجع بعدي كفارا إلى غيره. قال وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاوس ده تلميذ ابن عباس، تقالوا جابر ناجير ساكت. عرفته؟ وقال عطاء هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ده كلام منه؟ ده كلام منه؟ ابن القيم رحمه الله قال ابن عباس أثره صحيح، وقبله ابن تيمية ده المجلد 7 الصفحة 350 والصفحة 254.
احنا اخواننا بنجيب في الكلام ده عشان الامه دي اخواننا تفهم، عشان السودان بلدنا ده الليله وان كان في صوفيه بيجاي وناس بيمشوا بالقبب كلامهم ده باطل وشرك ووثنيه، وبيجاي في ناس بيدعوا للتوحيد سلفيين، نحن مما قمنا الموضوع ده قايم صح ولا ما صح؟ لكن بالحجه وايات وادله وكده. لكن يومه اللي يخشوا فيها ناس جبر ديل والله يجيبوا لك متفجرات ومصايب. قبل فتره ما قبضوهم في الدندر قريب منكم هنا صح ولا ما صح؟ قالوا ماشيين مالي جو الدندر، عشان تعرف انهم ذاتهم اولاد ميكي كيف؟ تكفيري وادميكي الدين مالي شارعه بيجاي انت ما عارف مالي بوين؟ المهم ده موضوع طويل. يا جبره والله الليله كان تجي والله نفرج فيك الخلق بفضل الله. طيب قال وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان وشعبة من شعب النفاق. مش هو قبل ما يجتمع يقول إيمان وشرك وكفر في رجل واحد، ده رواه منا جبرة. طيب قال وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر. قال وهذا قول عامة السلف. انت معاك منو يا جبرة؟ احنا معانا عامة السلف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم ديل معانا نحن في الفهم. نباريك انت يا جبرة، خيركم انت سلفك الخوارج، ناس زهير بن حرقوص قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه بوزع الغنائم وفي ناس رؤساء قبائل يا دوب خشوا الدين بتألفهم، وده موجود كونه تتألف الإمام يدي زول كثير ويدي زول بسيط الحاكم ده ما ترك له، والرئيس من حقه المصلحة بحددها الرئيس ما بتحددها انت خلاص، والناس اللي بديهم قروش كثيرة ديل يا دوب خشوا في الدين. ربنا قال والمؤلفة قلوبهم في صورة شنو؟ التوبة. ديل المستحقين الزكوات ده جاء لقى النبي صلى الله عليه وسلم بدي ناس 100 من الابل، وفي ناس ما بديهم، في ناس بديهم بسيط وكده. قال يا محمد اعدل فانك لم تعدل، هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. اخوانا زول ده ما بيتكلم معانا، ده بيتكلم مع منو؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له اعدل فانك لم تعدل لانه بليء. وبعد ده بيقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني أنت ما عامل الشغلة دي يا الله. رأيكم شنو في الكلام ده؟ خوارج ديل هينين النازل؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم زعل شديد. قال لغاية ما خالد بن الوليد وفي رواية عمر مرق سيف، قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي قول عمر دعني دفوا إنه الزول العادي الزينة ما بيضرب بيده. احنا دي رسالة بنوصلها لأي زول أي مسلم عرفت يفهم منهجنا نحن شنو؟ إنه نحن ما بنعتدي بيدنا، ده حق الحاكم. عشان كده عمر قال دعني، معناه شنو؟ استأذن، لأنه ما حقه، ده حق منه؟ ده حق الحاكم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه فإنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ديل الخوارج، فديل هم اللي بيكفروا بفهمهم المغلوط لهذه الآية. فعشان كده قال لك وهو الذي، وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره إلى آخر كلامه رحمه الله. يعني ده كلام الإمام منه؟ الإمام أحمد. أنا داير الناس يفهموا الكلام حق العلماء عرفته؟ نحن بنتكلم عن الأعيان ما عن الأعمال، يعني كونه اللي بيدعو غير الله كفر صح كفر، ومن دعا غير الله كافر، لكن محمد والدحمد ده هل هو كافر ولا ما كافر؟ ده الموضوع هنا النقاش. طيب بعد ذاك الصفحة 254 عرفته؟ قام جاب حديث ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقلت له ما هذا الكفر؟ قال كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر
حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. يعني قال لك برضو الكفر دركات، كما إنه الإيمان شنو درجات، في جزء ما بيمرقك من الدين وفي جزء بيمرقك شنو من الدين. فالحكم بغير ما أنزل الله، لو الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، إذا كان قال والله يا أخواننا حكم الله صح، لكن أمريكا مخوفاني والشغلة جايطة علي، خلوني أحكم بالديمقراطية وكده، وحكم بغير ما أنزل الله، ده كفر، الكفر عملي لا ينقل عن الملة. لكن لو قال حكمي ده أحسن من حق الله، أو قال زي واحد، أو قال حكم الله ده ما نافع، فهنا بيبقى جنا أخوانا، بيبقى بر الدين نهائي. وده العليه والسلف وعليه العلماء. فكلامه ده أنا بس جبت لك نقلين بس، وإلا كلامه هذيل القرطبي، وهناك أضواء البيان الإمام الشنقيطي وغيرهم من السلف أخذوا بقول ابن عباس. وابن تيمية ابن القيم قال لك وهذا قول ابن عباس وعامة الصحابة، ما ابن عباس براه من الصحابة بل عامة أغلب الصحابة ده قوله، عرفته؟ طيب دي مسألة من المسائل المهمة يا أخواننا التي يجب أن نعرفها. برضو في مسألة التكفير وفي مسألة العذر بالجهل، برضو ابن تيمية قام كرر المسألة دي برضو في المجلد 11، أنا ما داير أكتر على الناس. طيب الخوارج ديل هسي هم منو؟ ديل جماعة الإخوان المسلمين الجبهجية. الدليل جاهزين هسي ودونا أي محكمة في راسكم، أي محكمة جاهزين لها. هذا الكتاب، شفت الكتاب ده؟ ده الورط، ده جاط الدنيا دي كلها، الكتيب الصغير ده اللي تلبق ده، عرفته؟ ده جاط الدنيا كلها. طيب كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، ده شيخ الجبهجية، عرفته؟ شافتح بلاغ. طيب قال كتاب معالم في الطريق، قال إن المجتمع الجاهلي، طبعا سيد قطب بيشوف الناس اللي قاعدين في الوطن دي الشات كفار، نحن وانتو زي جبرة، جبرة ما كفر الناس، كفرهم كلهم، ها؟ بدل ما يدعوهم إلى الله ويبين لهم التوحيد ويصبر كما صبر الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود لما آذوا قومه قال كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء، في البخاري، ضربه قومه حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دي الرحمة هنا، صح التوحيد ده حار، تقول لي يا زول فك الحجاب، يا زول يا ود بتين قمت، أوه الجوطة بتقوم صح، لكن اصبر، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من شنو؟ من حمر النعم. ودي أعظم وظيفة الدعوة إلى الله. ربنا عز وجل قال ومن أحسن، يعني كده وريني منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله توحيد وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ده بكفر المجتمعات شد، عرفته؟ قال في الصفحة رقم 98 كلام بحجج وأدلة، شيوخ ما قدروا يناظر، تقول لي جبرة جاي بيدياته ساكت، لا معه كتاب لا حاجة، احنا جايين جايينك تعرض في حفلة ولا شنو؟ جاي بيدياتك وتتكلم وافتكر ويكفر في ذاك ويدخل في ذاك، وانت امشي عيد عقدك يا زول، تدين ده حق ابوك، تلعب بالدين ونحن قاعدين، والله نحن قاعدين ليك ننجمك نجام. اسمه احمد عمر الحازمي والربيشي، ديل ميتين، ايدل ما تكفيرين حازمي ومين، المهم خلينا نحن معه، نحن مع الروس الحازمي ذاته، حازمي ذاته في النهايه عاطل ساكت بيلعب رابطه، انا ماسكين له بتاعنا الممتاز ذاته. طيب قال ولكن ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الاسلام في مواجهته؟ قال نواجهه كيف؟ نحن عارفين الانبياء بيدعوا لله بالدعوه، الله قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نوح عليه السلام قعد كم؟ 950 سنه، ربنا قال فما آمن معه إلا قليل، 80 نفر، الناس اللي قاعدين في الصيوان ديل أكثر من الناس اللي آمنوا مع نوح مع أمة كاملة. شوف الأنبياء ديل صبروا كيف، وده دار يشتغل شنو؟ تكفير بس. فالناس يا أخواننا أفهموا الدعوة السلفية، دعوة السلف اللي بيدعو للتوحيد
انهم ناس دارين الخير بالناس وما ناس دارين يكفرهم، لكن بيقول لك الشيء ده كفر. لو سمعت الايات والاحاديث وتبينت لك الحجه بتكفر، بالحق بتكفر، لكن ما بكفروك طوال، بيصبروا عليك ويبينوا لك ويدوك الادله، ولو عندك شبهه بيقوموا يردوا لك عليها ويبينوها لك لحد ما تفهم. بعد تفهم لو ركبت راس على كيفك نعمل لك شنو يعني. طيب قالوا، قال ان المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. قال وبهذا التعريف تدخل في اطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمه اليوم في الارض فعلا. اي مجتمع اليوم قال هو مجتمع جاهلي كافر. قام جاب اليهود والنصارى والشيوعيين. قال واخيرا يدخل في اطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها انها مسلمه. انتوا بس مش بتقولوا احنا مسلمين؟ قال انتوا برضه جاهلين كفار يعني. قال وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الاطار لانها تعتقد بالوهيه احد غير الله. قال مش، لا مش بيقوا مشركين لانه بينادوا غير الله وكذا، لا لا لا. قال لانهم بيحكموا بغير ما انزل الله. يعني الاخوان المسلمين والخوارج التكفيريين والدواعش وجبهه النصره وتنظيم القاعده مشكلتهم يا اخواننا ما في الشرك. ديل دارين الكراسي فوق. ده كل الملخص بتاع دعوتهم لخصوا لك سيد قطب هنا. قال لحد ما قال، قال والله سبحانه وتعالى يقول عن الحاكمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والبيستدلوا بالآية دي على ظاهرة الخوارج، حتى الظاهرية قالوا الآية دي على غير ظاهرة، حتى الظاهرية اللي بيقول لك بس خليك مع النص بيظهره، قالوا الآية دي بالذات ما على ظاهرة. قالوا لأنه يلزم الزول اللي بيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إنه يكفر أي زول حكم بغير ما أنزل الله يلزم تكفير أصحاب المعاصي. زول سرق حكم بما أنزل الله ولا بغير ما أنزل الله؟ أنا بسألكم، حكم بغير ما أنزل الله. برأي الخوارج التكفيرين وناس جبرة ده كافر ولا مسلم؟ كافر. طوالي حيكون شنو؟ يكفرهم. طيب زول عق والدينه، ده حكم بما أنزل الله. هل ربنا نزل في القرآن بر الوالدين ولا عقوق الوالدين؟ بر الوالدين. طيب زول عق والدينه، هل ده كافر؟ ما كافر. لكن عند التكفيرين ناس جابر، ده كافر ولا ما كافر؟ كافر، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. عشان كده العلماء قال لهم لو أنتوا بتاخذوا الآية دي على ظاهرة يلزمكم تكفروا الأمة تشك، لأنه كل بني آدم شنو؟ خطأ. عرفتوا خطورة منهج الخوارج وين؟ عشان كده هم بياكلوا ضبيحتكم. أسي الليلة لو جبتوا جبرة ده ضبحت له بهيمة دار تكرمه ما بياكل، يقول لك جيب لي فول ولا حاجة زي دي أو سلطة، عرفتها؟ أيوة. لكن لو اتزنق في محلة ممكن يستخدم فقه التقية، يقوم شنو؟ يقوم ياكل فقه التقية ده، عرفتها؟ طيب إلا يكون ضابحه تياكل معك. المهم قال ويقول عن المحكومين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت لغاية آخر كلامه فكفر به. قال إنه يعني الإسلام يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره. طيب البستدل بالآيات دي على التكفير منه في كتاب الشريعة للآجري ديل السلف، سمعت به يا جبرة؟ سمعت بالشريعة للإمام الآجري؟ يمكن تلقاه في شنطة تحت شرح الشيخ ربيع، عرفته؟ كتاب الشريعة للإمام الآجري، شوف الشنطة تحت. موجود الكتاب أنا جبته معي. المهم الإمام الآجري قال ومما يتبع الحرورية من المتشابه، قال قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال فإذا رأوا ويتبعون قول الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله قالوا قد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. قال فيخرجون بالسيف فيفعلون ما رأيت، يعني يخربوا الأمة. والكلام موجود كثير، وده كتب السلف من زمن الإمام البخاري وقبل الإمام البخاري، كتب بفضل الله موجودة. والإمام البخاري هنا في كتابه ده كتاب فتح الباري، في كتاب الإيمان الكتاب نمرة 2 قال باب كفر دون كفر، وبعديه بابين
تاني قال باب ظلم دون ظلم زي ما نحن بينا لك في الأدلة والآيات. فنحن أخواننا كلامنا للناس دارين من الناس أمرين ودل بكم به نجاة الإنسان يوم القيامة. الأمر الأول إنه الناس يعبدوا الله براه. ليه؟ لأنه العبادة دي حقت الله. الليلة لو في زول دخل شلك في بيتك بتقوم المحاكم وتشيل العكاكيز وتقوم المحاكمين المحامين وتجيب أهلك يقفوا معاك واوا إلى آخر. طيب لو جاء زول اعتدى على عرضك أنت بتقيف يقول لك ده حقي يا زول ده عرضي. لو في زول عمل أي حاجة اعتدى على حقك أنت بتقيف في متجرك في قروشك يقول لك ده حقي يا أخ ده ما حقي ما في زول بلومك. هل الله عنده حق ولا ما عنده؟ عنده حقه. شنو ربنا؟ العبادة إنه يعبدوا براهم. لو قمنا عبدنا مع الله زول غيره أدينا حق الله للمخلوق ولا ما أدينا له؟ وده الكفر والشرك بالله. عرفتها؟ زي ما بينا لك ده الكفر بالله سبحانه وتعالى. فنحن أخواننا دعوتنا للناس إنه ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نمرة اثنين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حجاب أقلعه محايا اكشحه قبة أبعد منه ميت ما تستغز به ما تدردك في القبر طريقة ادعى ما تحلف إلا بالله لأنه ربنا عظيم يا زول. يقول لك هيا أبو التاية وحامد بعصايا زيلوا الحصايا وامرات كلايا. دي قال البرعي لا شتمنا أمه لا قبلت لا أبو قلنا قال وهو قال أصابته حصوة والحصوة بيصيبنا كلنا ما في مشكلة لكن أنت لما تصيبك تعمل شنو؟ تلجأ لله. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هو قال أمسكوا في المخلوقين. هل المخلوقين مرقوا الحصوة بالراحة كده ما مرقوا أو مات بها 2005 يبقى المخلوقين ما بينفعوا. ربنا قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فنحن دارين من الناس يمسكوا في ربنا يدعو الله. وده يا أخواننا اللي بيرخص لنا الأكل والمعيشة والبنزين والقروش والأمور بتبسط. يا أخي السودان ده شوف النيل ده كيف. السودان ده فيه أي حاجة نيل مانجا بطاطس أي مصيبة إلا الزول لو زرعته ما بينزرع أي شيء. سمك يا أخي زول لا عنده لا وارث البحر ولا أي حاجة. تمشي البحر ترمي شبكة ربنا يرزقك بسمك عايش أنت وأولادك وتقريهم جامعات ويفتحوا بيوت. ده كله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يجعل لك سبب. ده كله الخير من الله. الناس لو رجعت لله ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شكذا ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. العلماء قالوا الفساد غلاء الأسعار وشدة المؤونة وجور السلطان وذهب البركة. يقول لك والله زمان العيش ده زول دايره ماف هسي تشترين 10 كم من خاف الكذب تدخلين جوا جوزدانك صح ولا ما صح؟ يقول لك بركة ماف. سبب شنو؟ الشرك. دايرين ربنا يرزقنا الأمن والطمأنينة والمعيشة السمحة. نرجع للتوحيد. الكلام ده وين؟ سورة النور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم شنو؟ أمنا. الشرط شنو؟ يا أخواننا الكلام ده لو حقنا خلوه لنا هنا. أمشي أفتح سورة النور. قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا يعني شيء من الشرك أو شيء من الشركاء. لا تقول يا تجاني لا يا مكاشف لا يا برعي لا يا محمد بن عبد الوهاب لا يا أبو بكر الصديق لا يا رسول الله ولا النبي نوح ولا كذا ولا كذا. نادي الله براهم. انت شاكي انه الله ما بكفي؟ انت شاكي زي جزاك الله خير راحة كاملة والله لأنه الله قال كذا راحة كاملة. انت شاكي الله يكفيك؟ ربنا قال أليس الله يا خاسي. الليلة لو واحد قريبه واحد من راس مالية البلد ده أنا بعرفهم هنا أخوه مثلا وجاي يتزوج وأخوه ده عزيز عليه
يقول لك هذول والله احنا العرس ده صوم شايلينهم، بس المرأة وين؟ ورونا المرأة. يقول لك لانه انا اخوي فلان الصيوان ده ان شاء الله الميدان ده الاعمى يشيل المكسر. طيب ربنا خلق زولك اللي عنده قروش ده، ربنا خلقه وربنا اداه القروش وربنا خلقك انت الغني منه، أليس الله شنو؟ عشان كده يا أخواننا الزول اللي بيمشي للمخلوق الميت ده لو كان نبي من الأنبياء بتمشي له وبتخلي الله واحد من سببين، يا ربنا فقير ما عنده، ولا ربنا بخيل ما بدي واحد. في حاجة ثالثة أنا يقول لك أمشي يا أخ، مالك عندك شنو مشكلة هاي؟ أمشي لفلان والله ما بمشي له. ليه؟ خدم الزول زيانة، كلنا الله يتقبل، بس بنجاسفة كده موية. المهم الأمور ماشية الحمد لله، ما عنده زول ده فقير، مشيت له ما مشيت له. ليه؟ لأنه فقير. أو زول بخيل يقول لك ما تمشي، الله يقول لك الزول ده ما شاء الله والله مبسوط بسطة، لكن والله زول ما فيه أي فايدة يا أخي. تلقاه ما بشت أنا ماشي في السوق يا أخي، النعمة دي فيه وما ظهر، يقول لك يا زول والله أنا كان أقعد بيه فقير ده أنا ما ماشي له. طيب ربنا كيف؟ ربك سبحانه وتعالى نزل لك الخيرات. ربنا قال وإن من شيء إلا عندنا شنو؟ خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فنحن دي قضيتنا الأولى، الناس يا أخواننا تفهم، الزول لو بيسمع بيستفيد. المسألة الثانية، ما تباري راجل، ما في راجل بيمنع النبي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفته؟ زي ما قال الإمام مالك، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سهلة ولا ما سهلة؟ ما تبقى تجاني، ما تبقى سماني، ما تبقى أنصار سنة، ما تبقى جبهجي، ما تبقى تسعيني، ما تبقى كزنزاني. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. احنا دارين منك حاجة بسيطة، أدي صلواتك وأعمل عبادتك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وما تجوط تمرك ساكت، تكون إنسان درويش تباري الأحزاب ويمرقوك وواوا إلى آخر، خليك مستقيم لغاية ما تلقى ربنا سبحانه وتعالى. والكلام يطول، أنا أفتح الفرصة للشيخ أحمد البدوي فليتقدم مجزيا مشكورا.